Unit 1 Lesson 3 Exercise B Find the following words in the text and give the line number work out their meaning and use them in sentences جد الكلمات التالية في النص وأعطي رقم سطر واكتب المعاني في الجمل Paragraph 1 كلمة gaze and dream هذه تكون في الفقرة الأولى باراجراف 1 باراجراف 2 بولت ان في الفقرة الثانية باراجراف 4 وارنتي في الفقرة الرابعة يونت 1 بيج 8 اكتيفيتي بوك الوحدة الأولى كتاب النشاط صفحة 8 اكسرسايز سي التمرين C Look at the text on page 7 of your student's book uh, انظر لي النص uh, في صفحة 7 uh, في كتاب الطالب Find the adjectives and the nouns they describe وجد الصفات والأسماء uh, التي تصف الأجوبة Line السطر Adjective noun والصفة والاسم لاين فور فانتاستيك اجكتيف كار نون نمبر سيكس لاين سيكس بيوتفل شايب لاين سيفن يانج من لاين تين اكسبنسيف كار لاين سيكستين تنتد ويندوز لاين 16 فانتاستيك سي دي بلاير لاين FUN فان اكستراس لاين سطر اربعة تشيب بانثر ثري بوينت دي لاين امبورتنت لاين سطر ثمانية سيف كار الصفات بعض الصفات كلمات مختلفة على سبيل المثال أقلي معناها قبيح عكسها أو ضدها beautiful اللي هو جميل وبعض الصفات قبلها سابقة مثلا important unimportant مهم وغير مهم unit 1 page 9 الوحدة الأولى صفحة تسعة exercise D write the opposites اكتب المضادات you can use the adjectives in the table in exercise C to help you terrible معناها فظيع أو مرعب fantastic مذهل أو جميل هذه المضادة كلمة المضادة لها expensive غالي أو مكلف cheap رخيص boring ممل fun ممتع ugly قبيح beautiful جميل dangerous خطر سيف أمان أو آمن old كبير في السن young شاب unimportant غير مهم important مهم Unit 1, page 9, exercise E. Complete these sentences with quiet or really. أكمل هذه الجمل باستخدام quiet or really. Number 1. The panther is really fast. You have to be careful. سيارة البانثر هي حقا سريعة. يجب أن تكون حذر. 2 It has a really beautiful shape. You'll love it. هي حقا تمتلك شكل جميل. ستحبها. 3 I think this is quite a cheap bike. What do you think? cheap or expensive أعتقد أن هذه الدراجة رخيصة جدا ماذا تعتقد؟ رخيصة أو غالية أو مكلفة فور the exam was quite or really جميع الاختيارات هي مناسبة difficult but not like the one last year الامتحان كان حقا صعب لكن لا يشبه الامتحان السنه الماضيه